بشأن تحسن العلاقات اللبنانية بدول مجلس الخليج بعودة السفير السعودي والكويتي لبيروت، ينضم إلينا عبر الهاتف من زيورخ مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية السيد فرانكو عبد القادر. أستاذ فرانكو، بداية مرحبا بك. الخارجية السعودية تعلن عودة سفيرها إلى بيروت لتأدية مهامه، مع ذلك فإنها أكدت أن القرار جاء نزولا على مناشدة القوى الوطنية المعتدلة في لبنان. من القوى الوطنية المقصودة التي تقصدها الرياض؟ بداية تحية لكم والمشاهدين الكرام، حياكم الله. لا شك في أن عودة السعودية إلى لبنان لها دلالات كثيرة، ولكن ليس بالمعنى الذي قد يتكلم عنه البعض، وهو الدعم الاقتصادي والمالي وإلى آخره، فيما يختص بأن السعودية يعني أرجعت أعادت سفيرة إلى لبنان لأن القوى الوطنية طالبت بذلك. نعم، القوى الوطنية التي تقصدها المملكة العربية السعودية هي القوى السيادية، الشخصيات اللبنانية السيادية التي تريد بناء دولة لبنان، دولة لبنانية حقيقية ليست مأجورة أو ليست تابعة لإيران. وبالتالي السعودية قررت ربما قررت الآن يعني عبر إعادة سفير لبنان بأن تكون إلى جانب تلك القوى الوطنية اللبنانية في محاولتها العودة إلى المؤسسات، عودة دولة المؤسسات والقانون إلى لبنان. وبالتالي هذا شيء جيد، ولكن علينا أن لا نطبق الأمور، لأن حزب الله متمكن في لبنان يعني ومتمكن من كل النظام اللبناني، ويجب وإن كان هناك لابد من مقاومة ضد هذه الهيمنة الإيرانية باسم حزب الله. سيد فرانكو، الكويت أيضا أعلنت إعادة سفيرها إلى لبنان بعد التزام رئيس الحكومة اللبنانية بوقف الأنشطة التي يعني تمس دول مجلس التعاون الخليجي. هل سنشهد تحولا في العلاقات الخارجية في المنطقة بعد هذا التعهد من رئيس الحكومة؟ سيد الكريم، هذا التعهد الذي قام به رئيس الحكومة اللبنانية لا يمون عليه. رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميكاتي لا يستطيع التحكم بتصرفات حزب الله وخططه وأجندته الإيرانية. إذا قرر حسن الشيخ نصر الله غدا أن يهاجم المملكة أو أي دولة عربية، لا يستطيع أن يقوم بفعل أي شيء نجيب ميكاتي رئيس الحكومة اللبنانية. يعني ما يصدر عن رئيس الحكومة اللبنانية يعني للأسف لا يعدو كونه كلام في السياسة، يعني لا يسري على حزب الله. حزب الله هو مكون إيراني يقوم بما تمليه عليه إيران، وبالتالي هو لا يهمه أبدا المصلحة اللبنانية، بل المصلحة الإيرانية بحت. وبالنسبة لانعكاسات ذلك على الاقتصاد اللبناني المتدهور، يعني أعلن اليوم عن اتفاق مبدئي بين صندوق النقد الدولي ولبنان بشأن تقديم مساعدات مالية، إلى أي مدى يمكن أن يمثل هذا يعني القرض المنتظر وعودة العلاقات الخليجية، إلى أي مدى يمكن أن يمثل انفراجة في الوضع الاقتصادي للبنان؟ يعني سيدي، من المفارقة أن البنك الدولي وقبل حوالي شهرين قال أعلن في بيان رسمي أن النخبة السياسية هي المسؤولة عن كل ما يحدث في لبنان من تضخم، من تراجع في الاقتصاد والهندسات السياسية الفاشلة التي قام بها الفاسدون في لبنان. البنك الدولي أعلن بصراحة أن النخبة السياسية هي المسؤولة الأولى عن عما يحدث في لبنان من خراب اقتصادي ومالي. فكيف بالبنك البنك الدولي اليوم أن يقوم رغم ذلك أيضا بالاتفاق مع هذه النخبة، رغم أنه يعلم جيدا بأنها نخبة سياسية فاسدة؟ يعني على ماذا يعول البنك الدولي رغم أنه يعي أن ذلك أن تلك أن هذا القرض وهو عبارة عن 3 مليارات دولار ستذهب معظمها إلى جيوب السياسيين كما حدث حتى اليوم منذ سنوات وسيحدث، لأن هذا لن يفيد أبدا الشعب اللبناني. كل المساعدات التي كانت تأتي من الدول العربية للأسف كانت تذهب إلى جيوب
طيب. وأزلام والآن أستاذ السياسية. أستاذ فرانكو، يعني إلى أي مدى تتوقع أن يعني أن تعود السعودية كداعم اقتصادي تاريخي للبنان كسابق عهدها؟ أوكي أستاذ الكريم، عودة السعودية، عودة السفير السعودي إلى لبنان لا يعني أبدا أنها ستعود لدعم لبنان، إنها مجرد إعادة للعلاقات الطبيعية بين دولة وأخرى. ولكن أن يعتقد البعض أن السعودية، أن المملكة العربية السعودية الشقيقة ستدعم النظام، الكيان اللبناني الذي يحكمه ويتحكم به ويهيمن عليه حزب الله بكل معنى الكلمة. حزب الله يتحكم بالنظام، بالاقتصاد، بالأمن، بالحياة الاجتماعية، بكل شيء. السعودية لن تدعم لبنان أبدا طالما أن حزب الله هو المتحكم الأول. كيف تدعم السعودية نظام يحاربها في اليمن؟ تدعم حزب، لأن النظام اللبناني يتبع لحزب الله. حزب الله لا تسقط شعر، لا تسقط ورقة عن شجرة في لبنان إلا بإرادة حزب الله. وبالتالي هذا مستبعد تماما أن تقوم المملكة العربية السعودية بمساعدة لبنان، لأنها ببساطة لن تساعد غريمها، وهذا حقها. ولكن أن يقول البعض ويذهب باتجاه تفاؤل إيجابي جيد بأن الدول العربية ستساعد لبنان، فهذا يعني شيء غير يعني غير منطقي. نعم، نحن نعلم جيدا أن حزب الله يقوم بخدمة المشروع الإيراني. نعم. في المنطقة، وهو أحد أهم أهدافه محاربة الدول العربية السنية. شكرا أستاذ فرانكو. عبر الهاتف من زيورخ مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية السيد فرانكو عبد القادر، شكرا جزيلا لك.